السلام عليكم ورحمة الله. لو أخذنا قطعة حرير وسخناها فبعد فترة وجيزة راح نشعر بحرارتها. طبعا راح نشعر بحرارة لكن ما راح نشوف شيء. هل الحرارة الطالعة من قطعة الحرير هي عبارة عن أشعة تحت الحمراء غير مرئية للعين البشرية تماما مثل الجسم البشري تحت درجة حرارته العادية 34 درجة مئوية تقريبا؟ فهو أيضا بشع حرارة أو موجات تحت الحمراء غير مرئية بالنسبة للعين البشرية. دراسة الطاقة اللي تنتج من الجسم المسخن بندرسها عن طريق المنحنى اللي اسمه Black Body Radiation أو إشعاع الجسم الأسود. كل الطاقة اللي بشع الجسم هي موجودة تحت المنحنى. خلينا نشوف مثال. لو سخننا لحد 800 كلفن فكل الطاقة اللي تحت المنحنى مثل ما شايفين هي انفراريد، أشعة تحت الحمراء. لو استمرينا بالتسخين لحد 1600 كلفن بنلاحظ أن المنحنى بدأ يدخل شوي بالضوء المرئي. القسم الداخل من الضوء المرئي هو غالبا الأحمر، طبعا في قسم الثاني الأغلب هو الانفراريد، أشعة تحت الحمراء. اللون التوهج تبع قطعة الحديد، اللون الناتج هو عبارة عن الدائرة الفوق الملونة تقريبا بلون أحمر قاتم نوعا ما، يعني لأن الغالب هو اللون الأحمر الداخل. لو زودنا التسخين لحد 2800 كلفن تقريبا هي درجة حرارة اللمبة المتوهجة، اللمبة القديمة اللي بنعرفها، يعني بنلاحظ المنحنى كمان راح على اليسار أكثر ودخل كمية أكبر من الضوء المرئي. لما دخل كمية أكبر من الضوء المرئي بنلاحظ انه دخل كذا لون معنا، أحمر أصفر أخضر وشوي من الأزرق، لكن الغالب هو اللون الأحمر. فبالتالي خليط الألوان هي خليطة مع بعض مع غالبية اللون الأحمر عطت اللون اللي مبين على الدائرة فوق. لو كملنا تسخين لحتى 5800 كلفن وهي درجة حرارة سطح الشمس بنلاحظ المنحنى كمان راح على اليسار أكثر بكتير ودخل كل الألوان، ودخل معنا شيء جديد كمان الأشعة فوق البنفسجية اليو في. إذا أصبح عندنا من الشمس الإنفراريد، الأشعة الحمراء، والضوء المرئي واليو في. بنلاحظ هون بهالحالة اللون اللي غلب هو اللون الأخضر والأزرق، لكن الألوان مع ذلك كمية كبيرة اختلطت مع بعض فالناتج عنا أبيض لكن فيه كسرة بسيطة باتجاه الأخضر أو الأزرق. وهذا هو لون الشمس المفروض يكون فوق الغلاف الجوي. طيب علميا على فكرة الأشعة فوق البنفسجية بنسميها البلاك لايت، الضوء الأسود. فمنلاحظ نحن مثل ما لاحظنا باستمرار كل ما استمرنا بالتسخين المنحنى راح يروح على اليسار أكثر وأكثر. طب لو سخننا بشكل رهيب يعني في حوالي 20,000 درجة مئوية فممكن المنحنى يوصل مرحلة انه يطلع من الانفراريد ويطلع من الضوء المرئي ويصبح كله في مجال اليو في طبعا، واللي بعده اكس راي، اشعة اكس واشعة جاما عند درجات حرارة عالية جدا يعني. وهون يعني بيحضرني حديث شريف بيقول انه الله سبحانه وتعالى اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، هو الدرجة الاولى فعلا من التسخين، و1000 سنة حتى بيضت فعلا هي مرحلة تانية دخلت الألوان كلها، و1000 سنة حتى سودت. فيعني كان دخلنا طلعنا من برا الضوء المرئي وأصبحنا كل الطاقة موجودة اللي عم تشع من الحرارة هي يو في وأشعاعات تانية، أشعة إكس وأشعة جاما. فحبيت أذكر الحديث هذا للمطابقة الغريبة سبحان الله. فإذا هذا لون الشمس فوق الغلاف الجوي، لكن الواقع نحن على الكرة الأرضية محيط فينا الغلاف الجوي اللي هو بيعمل كأنه عدسة. أي نعم هو شكله عدسة شفافة لكن مع ذلك هو بيحوي ذرات ضمنه مثل ذرات النيتروجين، الهيدروجين، الأكسجين، البخار، الماء، حتى الغبار، ثاني أكسيد الكربون. فبالتالي شعاع الشمس الجاي من الفضاء الخارجي هو بيخترق الغلاف الجوي قبل ما يوصل العين البشرية، عم يتعرض لتغيرات وعم يتأثر بهالعدسة بمروره بهالعدسة هي تماما. انت لو لبست نظارة شمس لونها أخضر مثلا فهي راح تفلتر، تعمل فلترة وتسمح مثلا للون الأخضر بس انه يوصل للعين البشرية. فإذا حصل فلترة قبل ما يوصل الضوء للعين البشرية. فالغلاف الجوي هو نفس الموضوع، بيعمل عملية فلترة. أشهر العمليات الفلترة هاي أو التأثيرات اللي بتحصل مع ذرات الأكسجين والنيتروجين.
هل الذرات بتحب لما تعدي عليها موجات قصيرة قصيرة الطول مثل الموجات الزرقاء والخضراء والبنفسجي، لما تصطدم فيها بتعمل لها انتشار، وهذا السبب اللي بخلي لون السماء أزرق. بينما الموجات التانية مثل الأحمر أو الأقرب للأحمر، أحمر برتقالي أصفر، بتحسن تعدي. وهون لذلك في شغلة ملاحظة كتير مهمة، بنلاحظ إنه إشارات المرور هي بالترتيب أحمر برتقالي أو أحمر أصفر أخضر، بنلاحظوا نفس الترتيب المايل من ناحية الأحمر. ليه؟ لأن هالموجات هي قادرة على الاختراق في الجو وتوصل للعين البشرية بشكل غير مشوه، أفضل من اللون الأزرق مثلا أو البنفسجي. في أجواء الضباب مثلا، أجواء مغبرة، سائق السيارة لازم يشوف إشارة المرور من بعيد بدون ما تكون مشوهة، وهذا السبب كمان اللي بخلي انه الفرامل السيارات كمان باللون الاحمر. بينما لو كان يوم ضبابي مثلا او يوم مغبر وكانت الاشاره لونها ازرق، فراح طبعا يوصل للعين البشريه، لكن راح يوصل على شكل هاله كبيره، فما راح يقدر السائق يميز انه هي اشاره مرور، او حتى لما يكون في كذا سياره راح تختلط الالوان وما راح يميز السيارات. لكن باللون الأحمر لا، بيّن بشكل محدد إنه هذا ضوء سيارة بشكل منفصل يعني. طيب ليه وقت الظهيرة وخاصة فصل الصيف بنشوف الشمس ميالة للأبيض أكثر بكتير من وقتها بالغروب؟ وقتها بالغروب بنشوفها تقريبا ميالة برتقالي أصفر أحمر، هالألوان هي. الحقيقة غلاف الجو الشمس لما تخترق الغلاف الجوي وقت الظهر بتكون تقريبا بأعلى نقطة إلها، خلينا نقول قريبة للتعامد، فمنلاحظ انه هي بتخترق سماكة معينة من الغلاف الجوي. لكن لما تميل باتجاه الغرب فمنلاحظ انه القسم اللي تخترقه من الغلاف الجوي اصبح اكبر بكتير، بالتالي اصبحت فلترة اكبر، شلنا لون ازرق اكتر على لحساب مين؟ لحساب الالوان اللي هي باتجاه الاحمر، احمر برتقالي اصفر. فلذلك بنشوف الشمس باللون القريب لهالالوان هي او خليط بيناتها. على نفس المبدا لكن بشكل شوي معاكس اللي بيحصل بالمسطحات المائيه، البحار المحيطات بالذات، المي كمان شفافه، لكن لما يخترق شعاع الشمس كمان بتعمل له فلتره بشكل كبير. على سبيل المثال، اول متر يعني على عمق متر واحد 50% تقريبا من ضوء الشمس بيختفي، بتمتصه الماء. على عمق 10 متر يتبقى 15% من الضوء فقط، وعلى عمق 100 متر تقريبا ظلام دامس يتبقى 1% من الضوء. لكن المثير يعني انه هون بالعكس الموجات الزرقاء والخضراء هي بتقدر تخترق الماء وتوصل لأكبر عمق ممكن. لذلك بنلاقي الصور الخاصة بالأعماق البحار والمحيطات دائما بنلاقيها ميالة للون الأزرق والأخضر. والدليل على هالشيء انه حتى لو عندك حمام سباحه مغلق يعني بعيد عن الشمس فيه اضاءه عاديه، بتلاقي كمان انه ميال للون الازرق. ليه؟ هالمره هو انعكاس يعني اسفل الماء للعين البشريه، اسفل الماء هي وسطه اللون الازرق، فبالتالي اصبح لونه ازرق وعكس على العين البشريه. طيب العين البشرية ترى الأشياء عن طريق الضوء المنعكس من الشيء نفسه. في عاملين مهمين، أولا الشيء نفسه مفروض يكون الصبغة اللي فيه تعطي لون معين، راح نشوف شلون. والنقطة الثانية هو الضوء الوارد على العين. على سبيل المثال ورق الشجر نحن بنعرفه لونه أخضر. ليه أخضر؟ لأن المادة المصبوغ فيها أو الصبغة اللي بالورقة الشجر بتخلي كل الإشعاع الساقط، كل الألوان الساقطة على ورقة الشجر تمتص، لكن بتعكس لون واحد فقط هو اللون الأخضر، وبالتالي العين البشرية بتشوف اللون الأخضر. كذلك أي شيء تاني، الموز مثلا، أي شيء تاني الموز مثلا بيمتص كل الألوان بيمتصه وبيعكس لون واحد اللي هو الأصفر. لكن في سؤال مهم كتير، لو كان الضوء الوارد على الشيء نفسه هذا ما فيه اللون اللي نحن معتادين نشوفه، يعني على سبيل المثال ورقة الشجر هاي لو كان الضوء الوارد عليها فيه كل الألوان لكن ناقص الضوء الأخضر، كيف راح تظهر ورقة الشجر للعين البشرية؟ راح تظهر سوداء لأنها امتصت كل الألوان. في مبدأ مهم وكلياتنا بنعرفه، انه الجسم اللي بيمتص كل الألوان
نحن بنشوفه اسود، والجسم بيعكس كل الالوان مع بعض بنشوفه ابيض. الالوان الثانيه هي عباره عن اجسام تمتص كل الالوان وتعكس لون واحد نحن بنشوفه. رح نعمل تجربه هلا ونشوف كيف انه لو حرمنا ورقه الشجر او اللون الاخضر من اللون الاخضر نفسه كيف رح تظهر سوداء، وهكذا رح نعمل كذا تجربه. أنا استخدمت أقلام ألوان شفتها مناسبة يعني وعطت نتيجة مقبولة. رح نستخدم مصدر إضاءة أبيض، ليد عادي، كشاف أبيض، ورح نستخدم فلاتر. طبعا الفلاتر المستخدمة أنا ما هي فلاتر علمية، إنما هي ورق دفاتر البلاستيك قصيته بشفاف، طبعا قصيته وعملته على طبقات حتى أحصل على أكبر قدر من الفلترة. الضوء الناتج طبعا اخضر او ازرق او احمر هو موضوع علمي 100%. انا ما بعرف طول موجي ولا التردد تبعه، لكن انا هون شغال قائم على التجربة. لكن هالقصة هي تفي بالغرض حتى نفهم المبدأ. نبدأ باللون الاضاءة الحمراء، شوف الاخضر مباشرة اصبح اسود تماما. الاصفر ما تتأثر لان الاصفر قريب من الاحمر بطبيعته هو قريب اقرب للاحمر، فممكن يكون تأثره فعلا اقل. وما رح ننسى طبعا انه دقة الكاميرا كمان تلعب دور مهم. الازرق شايف الاحمر اصبح اسود كمان، اعطى نتيجة جيدة. الفلتر الاخير رح نستخدمه هو الفلتر الاخضر وما اعطى نتيجة ممتازة، لكن ماشي حاله. ممكن نستخدم طريقة تانية مع شاشة الكمبيوتر، نحط الفلتر قدام عدسة الكاميرا ونشوف النتائج. هي بس حتى نفهم المبدأ ونقتنع فيه، ولو انه النتيجة ما 100% صحيحة. وهذا كل شيء كان بالنسبة لحلقة اليوم، وبشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.